انا ملي زدت بدات بلي على محمد ربي نجم خير او فينا القران في الدار لان حنا كنسلم الاحزاب اللي كيديو الشارع الاسلامي وصلوا جوا القبه البرلمانيه. وثانيا الاسف وكل الاسف الجهات اللي كتكون وكتقيدها قوى صهيونيه وكنبغيو اثروا على وطن في البلاد ديال الشباب ويمنعوها من السياسه. وانا كشاب اقل ما في الحقوق نؤدي واجباته، واقل واجب هو الانتخاب اللي ما ينتخبش ماشي مغربي، ولا ما كنتش مغربي طالب وحق وطالب وراه عندك ميدان تاع السياسه ديال شي حاجه للبلاد. انا باش تبعد